السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة وسعادة يا رب. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض إيه؟ هننظف اللفت ده وهنملحه إن شاء الله بطريقة سهلة وبسيطة إن شاء الله، طريقة كده تعجبكم. والورق ده إن شاء الله هنقطعه وإيه ونخزنه ونعمل منه برضو إيه محشي ورق لفت. ده يا جماعة بيبقى أطعم من ورق العنب ما شاء الله. هو جاي أهو بالربطة لسه بتاعته ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يسعده اللي جايبه يا رب، ربنا يسعده ويصلح حاله وارزقه يا رب، وارزق كل مشتاق بالخلف الصالح يا رب، وبالصحة وبالعافية وبالسلامة يا رب. فان شاء الله هاخد اقطع ده، وبعد ما اقطعه ايه هنضفه وهوريه لكم، هنوريه لكم واحنا بنملحه. فان شاء الله طريقة سهلة وبسيطة. ان شاء الله اقطع حبايب. اهو بعد ما مسكت اللفت رحت نظفته وحطيته غسلته وحطيته في مية، وهاخده ان شاء الله اقطعه وايه ونملحه وهيبقى احلى لفت ان شاء الله. اما الورق قطعته وحطيته في مية سخنة، وبعد ما طلعته من المية السخنة حطيته في مية سقعانة وصفيته واحطه في الفريزر. يوم ما تحشيه هوريه لكم ان شاء الله. فهنا دوته ان شاء الله باذن الله انا نقعه وقته في ميه، وانا غسلته. بعد ما غسلته نقعته في ميه، وبعد كده هملحه. نملحه ازاي بقى؟ هنجيب شويه ميه دافيانين، وبعدين نحط ملح، وبعدين نحط نص فنجان من الخل على معلقه سكر على ملح، ميه وملح وخل ومعلقه سكر، ونظبطه كده ونحطه في البرطمان، وان شاء الله باذن الله هيبقى احلى لفت ان شاء الله. نعجبكم الفيديو حبايبي، ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناه، ويا رب كده يجعلها سنه سعيده علينا وعليكم وعلى الجميع يا رب، والسنة اللي جاية دي يكون أحسن من السنة اللي فاتت، وتحقق كل اللي نفسكوا فيه يا رب العالمين. انتوا ولاد يا رب. ماشي يا حبايبي، راح اقطعه واملحه واوريه لكم ان شاء الله. هنا حبايبي خلصناها، ولو انتوا عايزين تخزنوه لرمضان ما تقطعوش التقطيع اللي انا مقطعها دي، لا سيبوه سليم وحطوا الميه والملح والخل ومعلقه السكر، هيقعد عندكم لرمضان ان شاء الله. انما ده علشان احنا هناكله ايه، هناكله بدري يعني ان شاء الله باذن الله على 4 أيام 5 أيام هنقوم أكلين منه، ومن غير ما أحط بنجر ومن غير ما أحط حلون من عند العطار ولا حاجة أبدا، هو هيحمر لوحده لأن ما شاء الله بيحمر. أنا زي ما وريت لكم قبل كده اللي هو عملنا نصه، وقلت لكم هكمل النص التاني، فبات تاني يوم ما شاء الله لقيت المية حمرة ما شاء الله ما شاء الله، هوريها لكم برضو في الفيديو إن شاء الله. وهنا هو 4 أيام إن شاء الله وتاكلوا منه بإذن الله. يا رب الفيديو يعجبكم، من يعجبكم ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناة يا حلوين. ده منظره بعد ما خلص، شوفهم ده يا جماعة بقالهم يومين في البرطمان، عشان كده المية احمرت. بص هقول لكم على حاجه، شوفوا تحت هنا الميه فاضيه وفوق ايه اللفت. فانا هعمل ايه، هاخده اقلبه من فوق من هنا اللي فوق تحت واللي تحت فوق، علشان ايه الميه توصل له كله، علشان ما يبص. فان شاء الله يا رب الفيديو يعجبكم ونعجبكم حبايبي، ما تنسوناش باللايك وبالاشتراك في القناه. ده منظره حبايبي بعد ما خلص،